مقطع راجع لشخص يقول إنه رأى حلماً أو أحد أقربائه من رأى الحلم. المهم أكمل لكم القصة. يقول إن رسالة وصلته في الحلم تأمره ببناء مرقد، وطبعاً المرقد بني في منطقة ذات غالبية سنية. وسط تخوفات أبداها نشطاء من احتمالية أن تكون مثل هذه التصرفات مقصودة ومقدمة لتغيير ديموغرافي، تعالوا نشاهد ونستمع. حجي عارف العالم خبانير انه يدوني العلوية هاي طافت على اخوي 6 مرات ب82 كان عسكري هنا وطلب منها مراد والطتل فنساه هاي الفترة كلها ناسيها طافت علي الامريكا 6 مرات بهاي السنة سنة 12 هو أمريكا عايش هو بأمريكا طافت علي يجي شخص بياض بس بياض ما يعرف إلا ما ذكرته بروحه منو قاتله منو يعني قاتله يعني هيلبة موسى الكاظم السلام الله عليك فهو ذكرها قال لي أخوي قال لي تروح تدورها وين ما كان على ديالي وجيت على ديالي ولقيتها